أما هلأ صرنا بننتقل لأولى محطاتنا لليوم، ويمكن في ثقافة عامة للأسف موجودة عندنا وعند كل البيوت هي أخذ الأدوية بدون وصف الطبيب، وأحيانا بتكون الاستشارة من رفيقتك، أهلك، جارتك، كله بيعطي رأيه وبيقول لك هيدا الدواء منيح أو لا. بس في أخطاء شائعة أساسا بتترتب، واليوم يمكن كثير من الناس عم تتعرض لضغوطات يمكن اجتماعية اقتصادية، فحتى الأدوية النفسية بدها يمكن ألف حساب وألف مراجعة واستشارة طبيب قبل التناول أي دواء. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الدكتور مازن فايز الحاج. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، يسعد صباحي. أهلا وسهلا بحضرتك. وحضرتك ماجستير بتأثير الأدوية، مدرس بكلية الصيدلة بالجامعة العربية الدولية والجامعة السورية الخاصة. رح نبلش مع حضرتك من الأدوية النفسية، تعريفها الطبي، وخصوصا مثل ما بنعرف ومثل ما قالت نور في كتير عالم بتروح انه هذا الدواء معروف كاسم تجاري او علمي فشائع انه هذا مهدئ مثلا، فاي حدا تعبانه نفسيته شوي روح على الصيدليه جيب هذا الدواء. تمام. اول شيء بتشكر هيك حضراتكم والقناه الاخباريه المتميزه على طرح فعلا هالمشكله، هي اللي هي مثل ما تفضلتوا هي مشكله شائعه للاسف نتيجه هالضغوطات ونتيجه ضغوطات الحياه. فخلينا هيك يعني حنحكي نحن هيك مثل افكار عامه بس لحتى نوضح للساده المشاهدين بعض النقاط. اول شيء الادويه النفسيه هي عباره عن ادويه بتعالج اضطرابات بتطرا على الجهاز العصبي المركزي. هلا نحن في عندنا بشكل عام في حوالي 5 زمر اساسيه من الادويه النفسيه، يعني ادويه نفسيه خلينا نقول هي تسميه عامه بين الناس. كتصنيف علمي خلينا نقول نحن في عنا أدوية الاكتئاب، صحيح. في عنا الأدوية الصرع، في عنا الأدوية المضادات الذهان بيقولوا عليها، في عنا أدوية القلق، وفي عنا الأدوية المنومة. فكل هدول نحن نطلق عليهم مصطلح الأدوية النفسية. طبعا هالأدوية هي تؤخذ حصرا بناء على وصفة من الطبيب النفسي المختص. صحيح. تمام. في نقطة كثير مهمة، الوصفة الطبية، الاستشارة الطبية، بس للأسف خلينا نحكي عن الأخطاء الشائعة والآثار السلبية للأدوية النفسية اللي تتاخذ بدون استشارة طبيب. هلا لأنه ممكن بالبيت بيكون في عندك حدا كان بياخذ وبقيان علبة دواء بيقول لك تفضل إنه خذ، هي بتصير إنه أنا باخذه ما كثير مضاد ذهان أو عيار خفيف مضاد اكتئاب، هي بنشوفها. وللأسف في بعض الصيادلة بيعطوا أساسا أدوية بأسعار يعني مضاعفة بدون وصفة طبية. خلينا نحكي لكل الناس اللي عم يشوفونا، في كثير ناس بتقول لك أنا عم تعرض لضغوطات اقتصادية نفسية ما عم بقدر نام، قديش لازم نوقف كثير منيح لما ناخذ حبة بدون استشارة طبيب حتى لو كان مضاد اكتئاب عيار قليل؟ أو يعني دائما في عنا ارتباط بالدواء النفسي، ما عم نقول نحن لا إنه هو مريض عقلي او اي شيء، لا، بس في اثار كثير كبيره. صحيح. خلينا ننوه على هي النقطه والاثار السلبيه، وقديش اساسا مؤسف لما كمان في بعض الصيادله اليوم بيعطوا هي الادويه بدون وصفه طبيه. تمام. هلا اول شيء مثل ما تفضلت هي نقطه كثير مهمه، خلينا نحن هيك نسلط الضوء عليها بشكل واسع. تمام. ونوعي الساده المشاهدين انه لازم نحن هلا صار عندنا بعتقد الوعي الكافي انه ما عاد في ضروره للتخوف من مراجعه الطبيب النفسي، يعني مثل ما تفضلتي، يعني مو معناها انه انا مثلا ممكن شخص ممكن عم يمر نحن في نوع من الانواع بيقولوا له الاضطراب الشده النفسيه التاليه للكرب او التاليه للرد، يعني ممكن واحد مثلا شخص مرق بحادث معين مثلا كذا، فممكن انه يراجع الطبيب. هلا ممكن انه يوصف له دواء، هذا الدواء مو شرط انه يكون دواء مزمن، فهي كمان نقطه مهمه. يعني كثير الناس بتتخوف بتقول انه هلا انا حاخذ دواء نفسي معناها انا حضل طول عمري عم باخده، وانا اذا اخذته مثلا في انه دواء ممكن ادمن عليه ممكن اتعود عليه، لا، هذا الشيء ما فينا نعممه. فاذا اول شيء لازم نحن يعني نوعي الناس انه في لازم ضروره مراجعه الطبيب المختص، الطبيب النفسي، وهذا الشيء ما فيه اي مشكله. طبعا ودائما الملفات بتضل سريه ومعروف هذا الشيء. الموضوع الثاني هو مثل ما تفضلتي موضوع انه احيانا خلينا نقول في هيك يعني وان كانت هي حالات فرديه بس انه يعني بعض الصيادله ممكن يكون يعني ضعاف نفوس او كذا، فنحن دائما بدنا ننبه المريض كمان انه
ما تحاول تلتف على الإجراءات. هذا الشيء هو معمول لسلامتك بالنهاية. يعني لما يكون في وصفة معينة إلها مدة معينة لازم تلتزم بالجرعة المطلوبة كمان. يعني عدم الالتزام، هلأ في مثلاً نحن بعض الأدوية النفسية مثلاً مثل مضادات الذهان لازم المريض يستمر فيها، إذا وقفها بشكل مفاجئ فبتعمل شيء بيسموه أعراض انسحابية. صحيح. الأعراض الانسحابية هي حقيقة مشابهة للمرض اللي هو عم يتعالج منه وبتكون أشد، فهذا الشيء نحن لازم يعني نوعي الناس عليه. كمان طريقة بداية الدواء، مثلاً عنا مثلاً فرضاً مثل أدوية الاكتئاب تقريباً هي بدها تقريباً أسبوعين لحتى يبدأ مفعولة. فممكن أحياناً المريض مثلاً يأخذ الدواء يحس حاله يقول إنه أنا والله ما عم بستفيد عليه، يأخذ جرعة مضاعفة، فيصير يأخذ جرعة مضاعفة. هذا الشيء لا، نحن لازم نحن طبعاً كصيادلة مننبه المريض منقول له إنه بده تقريباً أسبوعين وبده 6 أسابيع لحتى يعطيني الماكسيموم إفكت أو اللي هو التأثير الكامل. فلذلك عادي، ما في يعني أنت حتاخده ما حتغري حيبين معك التأثير، لازم بلشوا بالتدريج لأنه هو بيأثر على نواقل عصبية معينة موجودة بالجسم. فلذلك نحن ما لازم ناخذ جرعات كبيره مشان ما يصير في عنا اثار جانبيه. اكيد. كمان دكتور خلينا نحكي على موضوع، حكت نور انه في بعض احيانا الصيادله بيعطوا الادويه ولكن هي حالات نادره. نحن بنعرف انه طبعا نقابه الصيادله وايضا وزاره الصحه ضبطت موضوع كل الادويه ممكن يشك بانه هي تعمل نوع من انواع الادمان او بدها وصفه خاصه بطريقة معينة. يعني طبعا. أحيانا وصلت لدواء مسكن ولكن هو لأنه عالي التأثير أنه لا بدي أخذ الوصفة الطبية وحطها عندي. خلينا نعرف المشاهدين ليش الصيدلاني بيأخذ الوصفة الطبية. طبعا. كيف بيتم مراجعة هذا الموضوع من النقابة. طبعا. لحتى هو يحمي نفسه. صحيح. أثناء بيع الدواء. ونفس الشيء المريض اللي أخذ بيقول لك أنه أخذ الروشتة مني، طب أنا إذا بدي أرجع أجيب الدواء شو بدي أعمل؟ طبعا. نحكي شوي عن هاي التفاصيل حتى نعرف الناس فيها. تمام، بشكرك كثير على هذا السؤال لأنه كثير يعني بيواجهوا دائما الصيادله. نحن طبعا النقابه بالمشاركه مع وزاره الصحه مشكورين في اجراءات لضبط عمليه صرف هذه الادويه مثل ما تفضلتي. نحن طبعا هي الضبط هذا بيتم على عده مراحل، يعني من وقت ما الدواء بيطلع من المعمل الدوائي لوقت ما يروح للمستودع لوقت ما يروح للصيدلي. خلينا نحكي على مستوى الصيدليه، انا كصيدلي بطلب مثلا 10 علب دوائيه باخذهم بيعطوني عليهم مثل بون او قسيمه انه انا اشتريت هال10 علب. فنحن في عنا دفتر اسمه دفتر الأدوية النفسية بنسجل فيه هالوصفات هي. تمام. أنا لازم طبعا في لجان دورية في بتجي من يعني لجنة مشتركة من نقابة الصيادلة ومن وزارة الصحة بتجي على الصيدلي بتقول له أنت عندك 10 علب، أنت مثلا هلا عندك وين هي لازم يكون 3 علب مثلا 3 علب بقيان عندك، معناها في 7 من باعين. تمام. كل وصفة مين الشخص اللي أخذها، مين الطبيب اللي وصفه، لازم تكون الوصفه موجوده عندي. هذا طبعا شيء لا مثل ما قلنا لسلامه المواطن. صحيح. تمام. هلا في تعميم جديد من وزاره الصحه اللي هو كان في فكره الوصفه الدائمه. ما عاد في الوصفه دائمه، هلا صار تقريبا مده الوصفه هي 3 شهور. بدهم يرجع يعملوا تجديد. تمام، لازم يعملوا تجديد. فانا لذلك وقت بيجي لعندي المريض باخذ منه الوصفه بقول له مثلا الدواء تبعك ل3 شهور ماشي، هلا اخذنا نحن انت مثلا باول الشهر هي علبه بتكفيك لشهر، بترجع بأول الشهر القادم تأخذ العلبة الثانية والشهر اللي بعده وهكذا. تمام. هذا الشيء كمان لحتى نحن نخلي المريض كمان يراجع الطبيب تبعه، لأنه هاي الأدوية كتير بيكون في أحيانا بيصير تحسن بالحالة فممكن الطبيب يعني يخفف الجرعة، ممكن أحيانا نشارك دواء آخر. فهذا الشيء يعني احيانا المريض مثل ما حكيت بيحسب الامور مثلا بامور ماديه بيقول. صحيح. مثلا انا ما بدي اتكلف وكذا، بس هو هذا بالنهايه هذا شيء ضروري لمصلحته ولسلامته. اكيد. طيب خلينا نحكي معك دكتور عن الادويه العشويه. يعني تمام. سابقا كانوا يقولوا لك مثلا انه اليانسون بيعمل هيك ريلاكس للاعصاب بيروق، في بعض الاعشاب بتنعس، في بعض الاعشاب بتهدي الاعصاب. في اعشاب فينا نقول اليوم عم تستخدم بديله للادويه النفسيه، يعني طبعا. حتى ليكون فيها اثار لا على مرور الزمن الطويل اخف من الادويه التي تعطى. تمام. فعلا هو هذا كلام، كمان هذا الموضوع كثير مهم وهلا هيك في توجه عالمي خلينا نقول عم يرجعوا للادويه العشبيه.
هلا مثل ما تفضلتي اليانسون كمان كثير يعني شيء طبيعي نسمع من اهالينا يعني هي هو صحيح. صحيح اليانسون كثير هو عشبه بالنهايه بينشرب بيهدي بيعمل هيك ريلاكسيشن خلينا نقول. هلا في عنا ادويه عشبيه حقيقه بس يعني نماذج قليله يعني مثلا في عنا عشبه اسمها عشبه القديس جون هي موجوده بشكل مثل موجوده بحبوب تعطى كمضاد للاكتئاب. في عنا مثلا ممكن من الأدوية المنومة خلينا نقول مشان المريض ما يتجه فورا لأدوية منومة لأن الأدوية المنومة بتعمل شيء اسمه اعتياد يعني بصير المريض مثلا بياخد جرعة معينة بينام عليها مثلا نفرض 6 ساعات بعد فترة ممكن يضطر ليرفع الجرعة لحتى يحصل على نفس كمية النوم اللي كان يحصل عليها بالجرعة الأقل. في أدوية منومة صحية اللي هي بتساعد لتحفيز هرمون النوم. تمام. هي في فرق بين الأدوية المنومة وهي تمام. الأدوية. أيوة. هلا هي مثلا في عنا اللي هو الميلاتونين اللي هو هو هرمون يفرز بالغدة الصنوبرية عن جسم الإنسان هو بينظم بيسموه دورة النوم. فهذا ممكن ياخده المريض هذا أمانه أعلى ما بيسبب الإدمان ممكن ياخده وبيساعده على موضوع تنظيم النوم. طبعا كمان لازم ننوه انه مثلا في شغلات احيانا المريض فرضا اذا هو عم ياخذ فيتامينات مثلا للاعصاب او كذا فما لازم مثلا ياخذها بالليل فهذا الشيء كمان احيانا ممكن نحن بنخبر المريض بتحفز على الاستيقاظ فمثلا هو ممكن بدون ما يشعر يعني عم ياخذها بالليل وعم يقول لك انه انا والله عم بقلق تمام فهي يعني ممكن اهم الادويه اللي خلينا نقول الاعشاب وان كان كمان في شغله لازم ننوه عليها دائما للمرضى انه مو كل دواء عشبي يعني انه هو دواء امن يعني كمان احنا في عنا ادويه ممكن يعني تاذي شيء ثاني ممكن تاذي المعده تماما او غير يعني مو معناها انه مثلا دواء عشبي معناه هو هذا الطبيعي يعني لا في ممكن يكون بس هدول اللي ذكرناهم تمام ممكن يكونوا بدائل او يعني بيعالجوا هالحالات هي اكيد ودائما دكتور بنقول انه الفيصل بهذا الموضوع هو الطبيب تماما يعني انه هي قصه انه الانسان طبيب نفسه هي ما بتنفع بكل شيء طب خلينا نحكي كمان اليوم حول درجه الوعي والنظام الحياتي اللي هو له تاثير يعني نحن بنعرف الدواء لوحده مو كافي في كثير امراض كثير مشاكل النظام الحياه بياثر ايجابا او سلبا بتقدم صحيح. الحاله او بتراجعها نحكي عن بعض النصائح اللي ممكن توجهها لكل اللي بيعاني شدات نفسيه قد ايه مهم نظام الحياه يمكن احيانا عاده معينه مثل شرب القهوه والشاي بتزيد صحيح. المرض تمام. فنحكي شوي عن هالتفاصيل تمام مثل ما تفضلتي يعني هذا الموضوع كثير مهم وكثير بنواجهه وضروري نخبر المشاهدين عليه هلا اول شيء نحن دائما بننصح مثلا المريض يبتعد مثلا عن المنبهات ان كان مثلا ممكن القهوه ممكن الشاي ممكن احيانا المشروبات الغازيه كمان بتحتوي على كميه كبيره من الكافيين احيانا هلا في مثلا موضوع مشروبات الطاقه كمان في ناس مثلا ممكن احيانا بعض الطلاب او كذا ممكن تشرب منهم كميات كبيره كمان هذا الشيء ممكن يساعد على القلق كمان في عنا موضوع تاني مثلا الاكثار من تناول الوجبات السريعه الوجبات السريعه ممكن احيانا تحوي على توابل ممكن تحوي مثلا على بعض الحر يعني خلينا نقول او الشطه او هيك فكمان هذا الشيء ممكن ياثر كمان على النظام اللي هي هلا كمان نحن بنقول لهم انه دائما حاولوا تبتعدوا عن الاشخاص السلبيين كمان يعني نحن في كثير احيانا الناس للاسف ممكن غير قصد يعني بيحاول بيقول له انه بياثر عليه مثلا بي 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 بيحطه كمان هذا للاسف كله صاير سلبي بسبب الضغط يعني تمام قليل تلاقي حدا ممكن يدفعك او يعطيك جانب ايجابي لانه حتى تماما. اللي بتعمله او شيء مبسوط فيه بقول لك يعني انه مو اول حدا عمل هيك يعني دائما بيلاقوا لك ثغره لاحباط للاسف يمكن ما فينا نلوم الناس على الضغوطات الاجتماعيه صحيح. والاقتصاديه والمعيشيه تمام. لهيك نحن يمكن اليوم عم نركز دكتور على الادويه النفسيه لانه يمكن بال10 سنوات الاخيره صار في اختلاف اليوم باستخدام الادويه ونسبه تعاطيها اليوم ضمن سوريا بس خلينا نعطي بعض النصائح التوعويه لانه حتى يمكن فينا نقول المراهقين اليوم رفيقه ممكن يقول له تعال نجرب هذا الدواء ماما كانت تاخده لانه كانت صحيح. ممكن من خلال مجموعه قد ما كنت يمكن رقيب او حريص على اطفالك في سن معين نوعا ما بيحاول الولد يجرب اشياء كثير مهمه تمام. بعض النصائح الكثير مهمه للاهل لمراقبه اطفالهم فينا نقول للشباب الصغار قديش في الى اثار سلبيه الادويه النفسيه التي تؤخذ بدون استشاره طبيب قديش فعليا هي بتاثر على الادراك والوعي وبتاثر بمستقبل الشباب تمام
هلا نحن في بعض الادويه النفسيه مثلا مثل من زمره مضادات الاكتئاب مضادات الذهنيه اصلا في ادويه لا توصف للاطفال صحيح. يعني فلذلك هاي نقطه كثير مهمه لازم ننبه الاهل عليها انه يكونوا واعيين ويوعوا اولادهم على هالنقطه. مثل ما تفضلتي احيانا في مثلا ادويه ممكن اذا اخذ منها جرعه معينه ممكن تاثر على الجهاز القلبي الوعائي عنده، فممكن تعمل عنده عصبيه، ممكن تعمل عليه بنسميه يعني مثل هياج قلق، يعني ممكن تعمل اعراض عكسيه. فهذا كمان كثير ضروري انه ننبه الطفل انه ما، طبعا اكيد بدنا ننبه اطفالنا انه ما تاخذ مثلا يعني اي شيء هيك من حدا ما بتعرفه ما بتثق فيه. تمام. واكيد دائما نخبر الاهل دائما خلوا الادويه بعيده عن متناول ايدي الاطفال قدر الامكان. لازم يعني الاهل طبعا يوفروا الدعم الكامل للطفل اللي يحيطوه بالجو المناسب. الاهل حقيقه هلا بهالايام لازم يصيروا مثل اصدقاء لاولادهم، يعني هيك يسايرون يعرفوا عنهم اكثر لحتى يضل الرقابه مع هيك مع حنان اكثر للاطفال. نعم دكتور، خلينا نذكر كمان شغله مهمه واللي هي المؤشرات. يعني اليوم في كتير مؤشرات مثل ما المرض له أعراض أيضا لما يبدأ الشاب أو المراهق أو حتى الشخص الكبير بأنه يأخذ أدوية معينة يبلش تأثيره يظهر، إن كان بالسلوك بردات الفعل بمراحل متقدمة، ممكن ببعض الأعراض الجسدية الواضحة توتر معين حركة معينة. نحكي عن بعض هاي المؤشرات اللي ممكن يلحظها المحيط فيتدخل بوقت معين ليلحق مثل ما بيقولوا الحالة من بدايتها. تمام. هلا ممكن اهم الاعراض طبعا هي كل دواء بيختلف حسب شو الدواء اللي هو عم يتناوله، بس الاعراض بشكل عام ممكن تكون عباره عن قلق، ممكن تكون عن عصبيه، ممكن تكون عن بنقول له توهج او هيك احمرار، حتى ممكن احيانا يكون يصير مثل احمرار بالعين. تمام. بيصير بسموه يعني الحساسية المفرطة، يعني من أي كلمة بيتضايق بيعصب بنرفز. هي مثلا ممكن تكون أعراض أدوية معينة. ممكن أعراض أدوية تانية لا، ممكن تسبب هيك خمول بشكل كبير. غير أنه طبعا بيصير إذا مثلا صار موعد الجرعة اللي لازم هو يتناولها كمان هيك ممكن يصير توتر أكثر وقلق أكبر. فهي يعني أكثر الأعراض اللي بتصيب الأشخاص ممكن. أكيد بدنا نشكرك دكتور على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، ونتمنى اكيد الصحه والسلامه النفسيه والجسديه لكل اللي عم بيتابعنا. شكرا. شكرا كثير لكم، وشكرا لقناه الاخباريه المتميزه على هالطرح الموضوع هذا، وشكرا لجمهورنا الكريم. شكرا لك الدكتور مازن فايز الحاج، ماجستير في تاثير الادويه. ومثل ما قلت بالختام لازم ننوه عدم اخذ اي دواء دون استشاره طبيب او وصفه طبيه. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم.